حاجة هنستخدم طبعاً قلم رصاص عادي جداً اهو، وهنستخدم كمان برجل لو عندكم اكيد يعني في برجل، وهنستخدم منقلة ومسطرة عادية برضو. وممكن ناخد بقى نستعين بالمساطر دي، طبعا ما فيش بيت مصري ما بيفلوش من المساطر دي، ممكن الطفل يعني يستعين منها بقى ان هو ياخد منها اشكال ويعملها في الايه في الرسمة بتاعته. بالنسبة طبعا بعد كده هنحتاج قلم تحبير اللي هو قلم حبر عادي يعني اي قلم، او ممكن ناخد قلم ماركر مثلا لو سنه فايل شوية. بالنسبة للالوان بقى بنصح طبعا بالالوان دي، لو هو يلون بالخشب يبقى الالوان دي كويسه جدا في التلوين، او ممكن الوان في الماستر عادي بس تكون برضه سنها رفيع شويه. بس اعتقد هي دي الادوات اللي موجوده عندنا، ونبتدي بقى او طبعا واخر حاجه اهم حاجه عادي ورق تصوير ابيض عادي لون او يرسم عليه او كاريس رسم او سكتش يعني، وخلاص هنبتدي بقى ازاي في الخطوات. ان شاء الله هنبدا بقى الخطوات اللي هنرسم بيها رسمه المندلات بتاعتنا. اول حاجه هنجيب الورقه ونقسمها نصين كده بالقلم الرصاص والمسطره طبعا. تاني خطوه معانا هنبدا نعمل بالبرجل من النقطه